علاش الناس مابقاوش كيتزوجوا. كاين بزاف الاسباب، كاين بزاف الاسباب صراحه. في الاول كيكونوا المرات شي عائلات اللي ما كيفرضوش مثلا في بناتهم، كيقولوا ولا بنتي خليها حتى دير مستقبلها، حتى دير دارها مثلا، حتى دير طوموبيل، حتى دير يعني حتى تعيش هي حياتها الاولانيه عاد باش تشوف الزواج. يعني الزواج ولو كيخليوه واحد الحاجه اللي هي ماشي هكا كما كان ديك الساعه الناس اللي ولا كيقولوا الزواج خاص زعما كيكمل الحياه ديالنا، كيكمل الدين. دابا البنات مابقاش عندهم ديك النظره دابا ديالهم. دابا تنسافر انايا حتى نعيش حياتي، حتى زعما نشوف مستقبلي كي غيكون. بحال اللي كتفكر من الداخل ديالها انها تعيش حياتها بوحديتها، ما كتفكرش باللي راه باقي تابعيني ولاد، باقي تابعيني هذا، باقي تابعيني، يعني ما كتفكرش في داكشي. باش كتلقى المراه مثلا وصلت مثلا ديك سن الياس داكشي، ما يعني نص تقريبا في بعض الاحياء كيبقاو يعني عيالات بلا زواج، كيبقاو في الاخر كيندموا، كيقولوا علاش انا ما درتش، علاش يعني الرجال ديك الساعه في الاول ملي كانوا كيجيو عندهم باغيينهم زعما ما يعني ما كاينش في هذا العالم. البنات دابا ما بقاوش قادرين على المسؤوليه، كاينين البنات يعني صافي ما كتهز عليها كلشي، المسؤوليه ما بقاتش قادره عليها، فهمتي؟ ما بقاش البنت كتقرا صافي كتولي كتفكر في واحد المستقبل تعيشو راسها، يعني ملي كتلقى الحريه ديالها ما كتبقاش قادره على شي حوايج اللي هما كبر منها. الزواج كتقول لا انا ندير ندير ندير، اللهم نبقى انا بوحدي، كتلقى امها هز عليها كلشي فما كتقدر دير مازال والو. ايوا دابا ما كاين لا عريس لا والو، دابا كاينه الخدمه كنعاون والديا وصافي، ماشي شي حاجه. ايوا القرايه دابا هي الاولى، وكاين السن اللي كنقدر نفكر فيه. انا ماشي كنقول لا ما نتزوجش، انا قادره على المسؤوليه ولكن كنسبق شي حوايج، يعني خصني انا نعطي لوالديا داكشي ولو شويه من اللي عطاوني، وداك الساعه الا جا داكشي اللي بغيت انا مرحبا، علاش لا؟ على الاقل الرجال ما بقاوش المعقول. البنات كلشي كيبغيو يتستروا، كيبغيو يتزوجوا، كيبغيو يقدموا، زعما شحال من حاجه عندهم في الزواج، ولكن للاسف كتهضر مع الدريه، تهضر مع الرجال على حساب الزواج، على حساب المعقول، كتهضر معاه واحد الشهر ولا شهرين كيخرجها في الكلام اللي ماشي مزيان. بحال الا كانت موظفه كيقول لها شحال غادي تعطي انتيا، وشحال باش غادي تعاونيني، وشحال بغيتي، والا ما كانت موظفه ولا شي حاجه داك الكلام ديالو وديك الهضره ديالها كيقلل عليها الاحترام، صافي كتقطع معاه، وكتحس كتصدم في واحد وتعاود تصدم في الاخر، تعاود تصدم، يعني ما بقاش الثقه، ما تلاش دير الثقه. ما العيالات كاينات وبقات بنات الاصل الحمد لله، وباقي المعقول وباقي كل شيء، ولكن الرجال للاسف ما بقاش. داكشي اللي كنا حنا عرفنا في ايامنا والرجال اللي كيتعاملوا معنا، ورجالتنا الدرك اللي معاشرين معاهم ما بقاوش، والاحترام ما بين الرجل والمراه ما بقاش، هذا الشيء ما بقاش. قلت لك حتى الامكانيات ديال الاولاد ما كايناش، وحتى البنات ولاو كيبغاو شي حاجه بزاف، بغاو سميتو الطلبات ديالهم بزاف، والدراري الله يحسن العوان ما شي خدام، الاكثريه دابا جالسين. ايوا هذا الشيء علاش، واصلا البنت اللي تزوجات تقريبا شهر شهرين وكتطلق، ماشي ما كيصبروش حتى هما، خص شويه ديال الصبر والعزيمه والاراده والنيه، النيه بيناتهم بجوج وشويه ديال الصبر، يعني لما كان الصبر ما عمر الانسان غيطول في ديك العلاقه الزوجيه. اوتي ولا بزاف هادشي ديال الزواج القصيره بزاف، بحال الجبوله بحال هكا كيزوجوا القصيرات، شوفوا بحال خص بنادم حتى يكمل القرايه يشوف يديروا مستقبل وعاد بيت يتزوج، اما الزواج اش يجي راه يبقى يسكن ها وتغسل لي وتسيق لي اش هادشي، ويسيق راسو راه هو راجل صعب شي. لا لا انا باقي تنجير مستقبلي ان شاء الله، ونهز الوالده ديالي كما هزاتني فاش كنت صغيره ان شاء الله، عاد ندير مستقبلي، عاد نشوف الزواج ديك الساعه ان شاء الله. ما بقاش الثقه الحبيبه، هذا الشيء اللي غادي نقول لك، ما كانش الثقه، ما كان ما على كان شي بنت اللي تلقى ولد الناس ما تبغيش يتزوج، بغاو يتزوجوا ولكن ما كانش الثقه الحبيبه، هذا الشيء اللي كاين. ما كانش الثقه في الرجال؟ ما كانش الثقه في الرجال الصراحه نقول لك، كان يجي يقول لها تنبغيك نتزوج بك، من بعد يلعب بها ويخليها صافي، هذا الشيء اللي كاين. تي دابا البنت اللي كان شي بنت اللي تلقى ولد الناس وما تزوجش ما يمكنش شيء. ما يمكنش شيء. إلا جا ولد الناس مرحبا، بغات حتى هي دير وليداتها، بغات ولد الناس، علاش البنات ما مزيانينش؟ هما اللي ما مزيانينش، أما البنات مزيانين، البنات راه تجاو على مساكن يتزوجوا ويديروا ولاداتهم، هما اللي ما اللي فهمت شوية. أنا والله الله يهديهم، هذا الشيء اللي غنقول لك.